تتواصل الانطلاقات، وهنا ايضا نواصل مشاهدينا الكرام انطلاقات ثاني اشواطنا في هذا الصباح. كما ذكرنا 20 شوط من التحدي والمواهب، ولكن اشواطنا السته الاولى تحمل اشواط الانتاج لابناء القبائل في هذه الفكره الرائعه والمبادره الكريمه والامر الكريم ايضا من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، باضافه وانطلاق هذه الاشواط هنا مع بدايه هذا السن، سن المواهب. اذا ننطلق مع البدايه. الشوط الاول كان بالابكار وكانت حفله صاحبه الصداره، وهنا شوطنا الثاني ينطلق ايضا شوط مخصص للجعدان في هذه الاندفاع القوية التي تبدأ مبكرا وتحمل هذه اللحظة الأولى، كما نتابع من خلال انطلاق الشوط ومسار الشوط الذي بدأ يقترب هنا مع البداية. شوف الصدارة من على المركز الأول هو بوكشا لهادي بن سعيد بن مصلح الأحبابي. يا سلام هذه الأسماء، ولا احنا بنقول. إذا المركز الثاني هناك، على المركز الثاني مختار سعيد بن عيد بالكوس الفلاسي، والمركز الثالث وصل ايضا هذا الشعار المدير سالم بن راشد بن حمد بن غدير جاء بالمدير، وهناك على المركز الرابع ايضا احمد بن حمد بن كراز مع الرسمي على المركز الثالث، وهناك على المركز الخامس تعود انطلاقه مباشره من الشامخ محمد بن سلطان بن مرخان، والمركز السادس شاهين عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، المركز السابع سراب سالم بن راشد بالعضبة الاجتبي، والمركز الثامن هني يتواجد ايضا لبياس حسن بن عبدالله بن غليطة الغفلي اللي وصل الان في هذه اللحظة، وانضم هنا موجف فهد بن طحنون الهاجري في المركز التاسع والمركز العاشر. اشوف المركز العاشر الغربي عبدالله بن حميد بالكديدة الفلاسي. يا سلام اسمعنا اذا هنا كما نتابع من خلال الأخوة المشاركين المهتمين أيضا بالإنتاج. أشوف هنا البداية مع سراب تسرب، سراب طار إلى المركز الأول، انتقل للصدارة هنا مع سالم بن راشد بالعظم الاجتبي اللي أعلن بداية هذا الشوط وأعلن المقدمة هنا من نصيبه ورصيده. هنا الرسمي على المركز الثاني أحمد بن محمد بن كراز، هناك حفلة وهني الرسمي. يا سلام، إذا البداية وعنوان هذا اليوم الحفلة الرسمية إذا كتب الرسمي. أشوف المركز الثالث بن حلوس، أيضا وصل بن حلوس قادم بقوة هناك من بعيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مع شاهين على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الشامخ محمد بن سلطان بن مرخان في انطلاقة رابعة، أما المركز الخامس موجف، على المركز الخامس فهد بن طحنون الهاجري من ينضم مع انطلاقتنا في المركز الخامس. الخماسية اللي بدأت الآن تبتعد وبدأت تشكل أيضا مسار الشوط من هذه اللحظة من هذه الانطلاقة. يا سلام، أقول 800 متر الباقية من نهاية الشوط، من يبدأ بالمركز الأول، من يعلن هذه اللحظة والانطلاقة الأولى المبكرة. الله الله، سالم بن راشد بالعظم الاجتبي في هذه الانطلاقة مع سراب السلالة الممتازة، هو الانطلاقة الممتازة، ولكن هنا شاهين وصل عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري أيضا يتواصل مع انطلاقة شاهين. الله، والشامخ على المركز الثاني، على المركز الثاني بدل الشامخ محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي اللي يعلن تواجده مع المركز الثاني، واصبحت المنافسه ثنائيه 400 متر بين شاهين وقول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الشامخ وشاهين، شاهين والشامخ، من يصمد؟ هل يصمد شاهين ام يتناول الشامخ ايضا المقدمه والصداره؟ منافسه ثنائيه، شاهين الشامخ في المركز الاول، هناك شاهين على الانطلاقه ذيبان. يا سلام، متصدر مع هذه اللحظة. يا سلام، أشوف شاهين وانطلاقة القمة والأداء الجميل، ولكن الشامخ مطع، الشامخ شاهين، الشامخ يا صاحب المضمرين. يا سلام، على المركز الأول هنا في انطلاقة، المركز الثاني يذهب لعبيد بن حلوس بن ذيبان، شاهين المركز الثالث، سراب سالم بن راشد بن العظم الاجتبي المركز الرابع، هنا موجف فهد بن طحنون الهاجري، والمركز الخامس الرسمي احمد محمد بن كراز المهيري. سلام، خطف الانطلاقه وشوط مع نهايه هذه الانطلاقه. الله، صعب، قلنا هو مسمى صعب، ودائما الفوز بهذه
اللحظة وهذه الانطلاقة وهذا التحدي هنا العودة إلى خط النهاية. شوف الإثارة اللي كانت في لحظاتها الأخيرة. يا سلام بو سلطان محمد بو سلطان بن مرخان الاجتبي مع انطلاق الشوط الشامخ اللي شمخ الى الصدارة 4:39 جزء واحد من الثانية. ما شاء الله اليوم تعادل بين الابكار والجعدان في التوقيت في الشوط الاول. اشوف المركز الثاني 4:39 جزئين من الثانية. ايضا شاهين لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري اللي على المركز الثاني. مشكور يا بن ذيبان ما قصرت، وتحية وسلام هناك الى اهالي الوقن ايضا في هذه المشاركة. اشوف المركز الثالث، يا السلام هذا هو سراب سالم براشد بالعظب الاجتبي، اذا ينطلق مع المركز الثالث و4 دقائق 44 ثانية 9 من الاجزاء من الثانية هو توقيتها الزمني او التوقيت الزمني ايضا لصاحب انطلاق السراب. تهانينا والناموس لكل المشاركين